بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعاً. معاكم الدكتور براك الغربلي، عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة العامة، اللي يعتبر أحد الأقسام العلمية اللي موجودة تحت مظلة كلية العلوم الإدارية. لو بحاول أجاوب سؤال ما هو تخصص الإدارة العامة بشكل مختصر، هو التخصص اللي يركز على كافة الجوانب الإدارية والمهارات اللي يحتاجها الطالب أو الموظف في ضمن القطاع الحكومي، وحط خطين تحت القطاع الحكومي، لأن هذا مختلف عن أغلب التخصصات اللي موجودة عندنا في كلية العلوم الإدارية. فأغلب التخصصات اللي عندنا تركز على الإدارة في ضمن القطاع الخاص وعلى الجوانب الربحية، ولكن لما تدير مؤسسة حكومية مو دائما هناك تركيز على جانب الربح، بالعكس هناك أيضا تركيز على جانب زيادة مستوى الرفاهية، تركيز على زيادة مستوى الرضا عند المواطن، وهذا مختلف عن القطاع الخاص. أيضا من الاختلافات الموجودة في القطاع الحكومي الجانب السياسي، فأنت اليوم لما تدير مؤسسة حكومية أنت قاعد تديرها بأموال عامة، مما يعني أي غلطة صغيرة ممكن تكون أنت مساءل عليها قانونيا، وهذا ممكن قد يوصل إلى مستوى يمكن أن توصل لمستوى استجواب في مجلس الأمة أو البرلمان أو غيره من هذه الأمور. ايضا عندك لو طالع الجانب الثالث اللي هو مرونه القرار، مرونه القرار في القطاع الخاص وايد اعلى من المرونه في القطاع الحكومي، التغيير صعب في القطاع الحكومي. فكل هذه الشغلات اذا بتوضح شغله توضح بان طبيعه العمل في القطاع الحكومي مختلفه تماما عن القطاع الخاص، وهذا الشيء اللي دفع انه يكون عندنا تخصص كامل باسم الاداره العامه اللي يركز على كافه المهارات وعلى كافه الجوانب الاداريه اللي يحتاجها الموظف لكي يبدع في مجال الاداره العامه وفي مجال القطاع الحكومي. وطبعا هذا الشيء اللي خلى اليوم في قسم او في كليه العلوم الاداريه عندنا تخصصين متقاربين بالاسم بس مختلفين في كثير من الامور، اللي هم تخصص الاداره العامه اللي قاعد اتكلم عنه اللي هو يركز على القطاع الحكومي والجانب الاداري في القطاع الحكومي، ايضا عندنا تخصص اداره الاعمال اللي هو ايضا يركز على الجوانب الاداريه لكن في ضمن القطاع الخاص. انا حبيت اتكلم عن هذه النقطه بس عشان يكون يعني تكون الصوره واضحه عند الطالب ان تخصص الاداره العامه مختلف عن تخصص اداره الاعمال. أي طالب يدرس الإدارة العامة لازم يكون حاط بباله أن هذا التخصص عبارة عن مظلة كبيرة تندرج تحتها العديد من التخصصات أو التفرعات الدقيقة. خلنا نذكر أمثلة عنها. من أشهر التخصصات الدقيقة الموجودة في قسم الإدارة العامة مجال إدارة الموارد البشرية أو إدارة الكفاءات البشرية، اللي يركز أكثر على شلون توفر بيئة مناسبة حق الموظفين في بيئة عملهم في المؤسسة نفسها. أيضا عندك إدارة الميزانيات الحكومية والمالية العامة، هذا يركز أكثر على كافة الجوانب المالية في القطاع الحكومي والاقتصاد الحكومي. أيضا عندك تخصص قياس الأداء الحكومي وتطويره. أيضا عندك من التخصصات إدارة نظم المعلومات الحكومية اللي أيضا مرتبط بالحكومة الإلكترونية. أيضا عندك من التخصصات السياسات العامة، وفي كثير من التخصصات يمكن أنا ما يسعني الوقت أني أذكرهم كلهم، بس الطالب لازم يكون حاط بباله أن الإدارة العامة هي عبارة عن مظلة كبيرة تندرج تحتها العديد من التفرعات الدقيقة. طبعا أي طالب بيدش يدرس في كلية العلوم الإدارية لازم يكون حاط بباله أن أول سنتين الطالب راح يضطر أنه يركز على المواد المشتركة بالإضافة إلى المواد التمهيدية. طبعا المواد التمهيدية عادة تكون في الرياضيات أو الإنجليزي حسب درجتك في امتحان القدرات، وبعدين لما تدش في المواد المشتركة راح تضطر تاخذ مواد في كافة الأقسام العلمية اللي موجودة عندنا في كلية العلوم الإدارية. فعندك مواد في قسم المحاسبة، مواد في قسم الاقتصاد، قسم التمويل، التسويق وإدارة الأعمال، وعندك أيضا الطرق الكمية ونظم المعلومات. راح تاخذ مواد مشتركة في كافة الأقسام، وبعد ما تخلص راح تدش في مواد تخصص لها خاصة في مواد في قسم الإدارة العامة. الطالب بعد ما يخلص المواد التمهيدية والمواد المشتركة على مستوى الكلية بعدها يمكن بركز أكثر على مواد التخصص. فأنت لما تدش في تخصص الإدارة العامة أول مادة راح تضطر أنك تأخذها هي مادة المقدمة في الإدارة العامة. هذه المادة راح تعطيك فرشة عامة عن التخصص، شنو هو التخصص، شنو يعني إدارة عامة، وبعدها راح تدش وتدرس النظريات اللي موجودة في التخصص، تدرس تاريخ التخصص طبعا النظريات الحديثة والقديمة، وأيضا تدرس علماء التخصص يعني القدامى والحاليين. بعد ما تخلص هذا كله راح تدش في التفرعات الدقيقة اللي بالتخصص، راح تاخذ فرشة عامة عنها فقط في مادة المقدمة. هذه مادة المقدمة بعد ما تخلصها أيضا راح تفتح لك ثلاث مواد رئيسية عندنا. مادة السياسات العامة اللي راح تتكلم أكثر عن شلون تحط سياسات عامة على مستوى الدولة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية. أيضا تفتح لك مادة إدارة الموارد البشرية أو إدارة الكفاءات البشرية اللي تركز أكثر على أن أنت شلون توفر بيئة عمل مناسبة للموظفين في ضمن المؤسسة اللي أنت قاعد تديرها، وأيضا راح يكون فيها جانب تطبيقي تدرسون أكثر عن ديوان الخدمة المدنية وقوانينه وأنظمته، لأن هذه تركز أكثر على الموارد البشرية عندنا في الكويت. بعد ما تخلص هذه المادة أيضا عندك مادة إدارة الميزانيات الحكومية والمالية العامة. هذه المادة عادة أنا أدرسها شخصيا، هذه المادة تركز أكثر على تحليل الميزانية العامة للدولة في الكويت عندنا، تركز أكثر على
شنو هي الميزانية، شنو أبواب الميزانية، شنو الوضع المالي بالكويت، أيضا تركز على النظام الضريبي اللي عندنا بالكويت، إدارة الدين العام عندنا بالكويت، والصناديق السيادية وغيرها من هذه الأمور، فكافة الأمور المالية المرتبطة في القطاع الحكومي راح تدرسها في ضمن هذه المادة. بعدها راح تفتح لك مواد أخرى مثل مادة الحوكمة، مادة إدارة نظم المعلومات الحكومية اللي مثل ما تقدر تقول هي الحكومة الإلكترونية، وأيضا مادة مناهج البحث العلمي الموجودة عندنا في قسم الإدارة العامة. هذه المواد الأساسية المطلوبة من الطالب. بعدها تنفتح لك المواد الاختيارية، بتكون مواد اختيارية طبعا موجودة في كافة الأفرع الموجودة، فهني الطالب يكون عنده الحرية أنه يختار يعني المواد اللي هو يفضلها بناء على المواد الأساسية اللي خذها. مثلا لو طالب حب الجانب المالية راح يلقى مواد اختيارية مرتبطة بالجانب المالية، لو طالب حب الجانب إدارة الموارد البشرية راح يلقى مواد أيضا اختيارية مرتبطة بهذا الموضوع. فالطالب بطلب منه ياخذ 3 مواد اختيارية عندنا في قسم الإدارة العامة بعد ما يخلص المواد الأساسية. اي طالب يدش كليه العلوم الاداريه، واحد من اهم الاسئله دائما يسالها لما يختار اي تخصص تحت الكليه، هل التخصص هذا فيه ارقام، فيه رياضيات ولا ما فيه رياضيات؟ اول شيء لازم تعرفه، دام دشيت كليه العلوم الاداريه لازم تاخذ بعض المواد اللي فيها ارقام، لان المواد المشتركه مثل مواد المحاسبه، مواد التمويل، حتى مواد الاقتصاد، هذه المواد فيها ارقام وفيها رياضيات، بس رياضيات خفيف وبسيط فلا تحاتون وايد. بس انت مجرد ما تدش كليه العلوم الاداريه لازم يكون في بعض المواد فيها ارقام. انزين، من ناحيه الاداره العامه، هل تخصص الاداره العامه فيها ارقام؟ لو بجاوب بشكل مختصر، بشكل عام لا، لكن بعض المواد البسيطه فيها رياضيات خفيف، مثل ماده اداره الميزانيه الحكوميه فيها ارقام بشكل خفيف، وايضا عندك ماده مناهج البحث العلمي يمكن فيها جانب احصائي بسيط، بس ارد اقول لكم يعني بشكل خفيف ومبسط جدا، تمام؟ فهذا من ناحيه الارقام. اما بشكل عام تخصص الاداره العامه يعني هو يركز اكثر على الجوانب النظريه، في جوانب عمليه، فانت كل ماده بتاخذها سواء كانت مقدمه او سياسات عامه او عندك مثلا اداره الكفاءات البشريه او الموارد البشريه، طبيعي راح تاخذ اول شيء النظريات، بعدها راح يكون في جانب شلون تطبق هذه النظريات او شلون هذه النظريات مطبقه على ارض الواقع، فهو بشكل عام تخصص نظري، بس ايضا في تطبيقات سواء تكون عن طريق كيس ستديز او غيرها من هذه الامور. إذا يعني نتكلم عن الفرص الوظيفية اللي موجودة حق خريج الإدارة العامة، طبعا مثل ما تكلمنا أول شيء بالتعريف قلنا أن تخصصنا هو التخصص اللي يركز على الإدارة في ضمن القطاع الحكومي، فطبيعي أنت لما تتخرج بالإدارة العامة القطاع الحكومي بالكامل سواء الوزارات، الهيئات الملحقة، الهيئات المستقلة، الجهات الرقابية مثل البنك المركزي، هيئة أسواق المال، ديوان المحاسبة، كلهم هذه فرص موجودة قدامك وأبواب مفتوحة قدامك إذا أنت تخرجت بتخصص الإدارة العامة. بس السؤال الأهم، إذا أنت درست تخصص الإدارة العامة اللي ركز على القطاع الحكومي، هل تقدر تشتغل بالقطاع الخاص؟ الجواب بشكل مختصر نعم تقدر. لا تنسى أن أنت الحين لما اخترت تدرس الإدارة العامة، هذا التخصص أعطاك نظريات الإدارة بشكل عام وأعطاك مهارات إدارية، هذه المهارات تنطبق في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ولا تنسى أن أنت لما كنت تخصص الإدارة العامة معناته أنت دخلت كلية العلوم الإدارية، فأنت درست محاسبة وتمويل وتسويق والكثير من التخصصات اللي انت راح تعطيك مهارات تمكنك ان انت تبدع وتشتغل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فانت الباب مفتوح لك في القطاعين سواء اذا انت اخترت الخط الحكومي او اخترت الخط الخاص سواء بنوك او شركات اتصالات او غيرها من الشركات الخاصه.